لماذا سيدي هريب الله إعلامي يحكوس أبسنت هاي أم عوان كيودي هاي ظاهرة الهرج أسبابها وعلاجها هرج أسباب تكينتا هي سيدي لو داوية داوينتيس هرج لقد وحلو إلى هذا الاختلاط مركو شيء اسكو قسمه اما مركو دق دق ايوه ايا اخت الي هذا هرج الي هذا وكلمة تدل على الاختلاط والتخليط شرعي لنكي ساء حلويق انا هرجي نبي جينا صلى الله عليه وسلم ايا قيحي حديثك أبو موسى الأشعري أي وحي رسول كان نوى الرمي صلى الله عليه وسلم ووحي نوى رسول صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا قيامة وحا كسوه الرئي وحلي هذا هرجي مركز وحا نريبو يا رسول الله ما الهرج هرجي قمحوياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم القتل ودلك هي إسلين توا مسلمين تقار كود واحدة يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا هل كي سنبه هذا وحنكدلنا قال هذا انت يا انت سنكدلنا يعني قتل كيبا وحيوقاتين لين تقال هذا للين يجيات دي هذا هو وحيد قال هذا انت سانو سانو ضرب كدلة مركز رسول كحول صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين قال هذا اللي انت هذا ما هرجكو ولكن يقتل بعضكم بعضا إنا دي دينكو استشان واحد قاركين قارك كالينو دلو أي هرج لي هذا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته إلى أنك دلو درسكيس إيه إنا ديركي إيه قرابة ديس حكتدى وحكتى إلى الله يوم هرجي معناها سالي هذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم حديث أحمد بن ماجه بن حباني غير كتب الصوصاري وأنا حديث صحيح بمعنى وحوي عنوانك معنيه سوحويان دقالك معنى الآن تاه بلاشكا ان صواب لفهمك رو شرعا لهين مسلمين تلحظوا ذاك دعا دي قدادنا كاسا وحل الى هذا هرج الى هذا مركا وصو جري الى وقت جاء النبي صلى الله عليه وسلم مركو قيري وذي وحي كدبا فتنة داسي مسلمين تلحظوا ذاك بلاوت وين سو جرتي وين تشري دونتا لكن مرنا وي سيادة مرنا وي نسقانتا تقال كي يدي قدادان المسلمين تلحظة دا مر هوسبو أولعا أسباب درادت مرنا وو كرلايو وو سيادة أسباب درادت شرتا حديث كلام النبي قيلنا صلى الله عليه وسلم وحا لقويلي متى أيام الهرج يا رسول الله مالمها كعام بحي مالمها إسلينتا حلق إسلينتا حلق ليلة وكوي نبي قحر صلى الله عليه وسلم حين لا يأمن الرجل جليسه حلق أوسننك آمن كأهين روح الله فديها يعني وحا الله ما يسوى ماشا كبحيسا إس آمني ديورنا إلى استراحه وركن كل فديا هي كل شيء كيسني أما بعدي كوس ومقين قد بكش كده ليس أمني واحد إلى هير كامركي قالوا أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لي هذا أيام الهرج وما المهاسوا حكى له النبي أنه تلمام صلى الله عليه وسلم ديال كانوا عاسي مسلمين تلحظوا هذا مركو كبتاي
إنو علامد ويهي قيامدي أو سودو مركز تو قيامد الوقت كذا لوسي دوادو أدونك جب جبدي سلوسي تركنا مقال كان ليك دادنا يا بلاش كمسلمين تلحوا دواسي سيادة مالي مالك كذا ما يسوى كسي كرد يا سيد غالب كان علامات كقيامة اللو قرطين وكم ذي هاي وحات المامة يا حديث فربضان أو كم ذي حديث كأبو هريرة مسلم يغير كي بصو صاري نبي قال نوح صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل إلهي نفتي نفتي دوك عنتي ساي كوتشرتان كولارتي الدنيا دو تيجي ميس ورمان ميس إلى داتكا أي كوتشي مادو وكوي مادو صومر ومالين ووقتي أوسن جرانينين كوحدي ليا صوت وحدي ليا كان لدلينا أوسن جرانينين سبب لوتي ليا يعني كوحدي ليا هي ما يقانو محاضر كولينيس محاضر حسوقيس مع النفط وكو قونصانيس كان للدليل أنا سبب له الدليل ما يقال عكت أم بالمريء ولا الدليل ولا جت خلصي لكن قرر ما يسبب له الدليل دم بيقوليه له الدليل ما قرناه مركز أوحى ليدي كيف يكون ذلك رسول كلا أرن كاس السيد عيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الهرجو وقرته أوش إسكو قصنتو دي جفرها الله وذا قشدو كاس رسول محمد صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار كواحد دلي هي كل الدلي لوضو بنارتي قال يا ابن صلى الله عليه وسلم يعني هو شو لوغو دجري ما ميد مسكين او بنانكا جوغي او بنانكاس ان دله ظلمي لوغو دلي ما لكن كل غود هو شو كو دجري اما كو حي كو ود سعودين اما قبيل بي كو ود سعودين قبائل اسلينيسا اما اور اسلينيا اما دلال اسلينيا هو شو كو ود جيرين لكن ميد باك عن تلوه الرئيق منه ولا قاله الرئيق كان للدلي إيا كواحد دلي بفتنة دي كوة دحجرين لكن سبب قدق على ما يكاني ما يقانو كان سبب لو دلي ما يقانو الله وضو بالنار تيقال يا ابو النبي قولي صلوات ربي وسلام عليه صحيح ابن حبان يساقنا وحاكوسا روري من حديث أبي هريرة إنه النبي قولي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرجو قيامه استاقي ميزو ودون كرمان مايو إلى أي بدتو إسدلك مسلمين تلحدوا مركز لو مركز قيامة الله سيدواده واسي بدنية واسي سيادية أرنك مركز هذا وحان وقاها الله نايو وشيدة كنتي أي تهي إنك لحدين مركز اللي ده هذا وبرشادة صومالي ده ما المهن دم يوحى آدو سوكر لي ومالك فيو أي يرتهي با دقال لده لحمرية أما قبائشة أما كوحة لحمرية way jiri jireen wax soo jiray bay ahaayeen laakiin hadda waa dhahir muuqato ah oo aad u siyaaday marka dhahiradaasi maxaa keena sababteeda bal inaan daraasayno wax ka tilmaano habeen damaan insha Allah ta'ala qaybta labaad baan ka hadli doonaa oo ah maxaa daawo u noqon kara hadda waa maxaa sabab oo keena way بهبين دمن إن شاء الله وحنا كهذا دونا محل وجود داوين كراسي لو حلين كراوحا أسباب تكين تا إسديل كمسلمين تلحظوا ضع أصلهان قاعدة كلية أبلي قاعدة كلية هي سبب كرئيسية أي سوى ذا إيمانا أن أسباب توحوي خلافك مسلمين تلحظوا هذا يدقال هذا كرنا عاي وعقوبة إلهي لكن عقوبة ذو صوب إلهي عقوبة إلهي إنه يهين دقال هذا مسلمين تلحمر إياه أن حق أهين ذنوب هي مخالفات شرعية والله قالينا كرنا الشيء قرآن كريم كإلهي كنت المام يا تبارك وتعالى ووحى كم إذا قوله تبارك وتعالى آيات كمعناها كتصة يوحى كم إذا قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
الله وأميتك أودع إنو عذاب حكا كرة إذن كغا كينو لغا هوستو إذن كغا سو سارو إنو إذن كو قصو كوحو قبائل أرورو قروبيو إيا إنو إذن كو قصو كذبنا ويذيق بعضكم بأس بعض قاركين قارك كلباس كودا إنو ددنسيو إنو اسكو كين درو أدبرت إسكا أساشان الله واميدك أودا أفيرسو صدح عقوبة للشيبي عقوبة وعقوبة كرك إيمان يسو سمد إنك يسو دقي من دينا نقول كهوستي سيد إنك إيمان عقوبة ونحذ دينا الله إسكو كنتري كوحاد نقون إيسان ودعلوب إيسان ودخلاف إيسان كدي من بيرتا إسلاد إيسان مركة وعقوبة إلهي وار نبي جنوا حكسو صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم آيات مركو أخري مركو مريي هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وحيلي أعوذ بوجهك إله وجهك كان منقليا أو من تحت أرجلكم مركو أخري وحيلي أعوذ بوجهك إله وجهك كان منقليا مركي او غاري او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض او عقوبه دخدنا اه ايا النبي وحول صلى الله عليه وسلم هاتان اهون لودنا فضوط برسول صلى الله عليه وسلم ولوده ان ليدن قيبيو كدبنا لسكو كين ديرو وهي كفضود يوا عقوبه لكن وهي كفضود دهي ان اما دولك ليدن لا غويو اما سمد ليدن كغه سو غرا سيده امدي هوره oo kaleeto in xuquubada samada la idin kaga soo daadiyo la idin tirtiro ama dhulka la idin kaga yimaado hoosta lugaha hoostooda la idin baabiyo waxa dhaama oo ka fudud tan ah inta la idin qaybiyo in la isku keendiro waa xuquubo laakiin way islaamaan labadana fudud bu rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam tayib marka waa qadar min allah tabaarak wa ta'ala waa qadar ilahi qadari inay waxani dhahan oo muslimiintu iyagoo muslimiina iyagoo isku diina hadana in dhexdooda dhibaato ka dhacdo wax ilaahay horey u qadaray waa rasuulkeena muhammad sallallahu alayhi wasallam xadiidka sa'ad ayaa wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam aqbala daata yawmin min al-aaliya magaalada meel ka koray soomaalin ka yimid rasuulku sallallahu alayhi wasallam masjid bani muawiya nima leeyahay ayuu markuu soo galay buu rasuul soo maray ayuu laba raacdo tukaday annaguna waan la tukanay waan la soconay rasuulka sallallahu alayhi wasallam rabbigii buu muddo dheer bariyay markaa aad buu ilaahay u bariyay kadibna nabigu sallallahu alayhi wasallam wuu ka baxay markaas rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'atani thintayn wa mana'ani wahida rabbigay saddex shay baa weydiistay buu laba uu iga yeelay buu midna uu iga diiday maxay waxaan waydiistay buu Allaa yuhlika ummati bisanati fa'ataniha rabbigay waxaan waydiistay inuu san ummadayda oo dhan abaar iyo aafo ku baabiinin taa waa iga yeelay buu wasa'altuhu Allaa yuhlika ummati bilgharq waxaan kala waydiistay inuu san rabbigay ummadayda oo dhan ku baabiinin duufaan iyo biyo lagu maansheeyo ayadana waa isiiyay buuriga aqooladay wasa'altu alla yaj'ala bayn ba'sahum baynahum famana'aniha waxaan waydiistay alla inuu ummadayda dhexeeda uusan dhibaato dhigin oo niyada la isku dirin taa waa layga diiday buu nabi sallallahu alayhi wa sallam marka waa qadaa min allah oo qadaran waa laakiin ha qadarnaada ilaahay xikmad buu kaleeyay waxaan xikmad ahayn oo aan xikmad ku saleysnayn oo xikmadii ka dambeynin ilaahay tabaarak wa ta'ala kama yimaado marka xikmad ayaa ku jirta haqqadaro rabbi tabaarak wa ta'ala hadana shay walba sabab u leeyahay waxaan sabab lahayn ma jiro wax walba ilaahay sabab u sameeyaa shaygaasi inuu baaqdana sabab u leeyahay inuu dhacana sabab u leeyahay asbaabta marka ilaahay tabaaraka wa ta'ala amar rabbigeen uu u qadaray waxyaabahan inay ummada dhexeeda ka dhacaan waxaa kamida dunuubteeda muslimiintu waa dambabayaan
الله بي عاصينيان شرعي بي خلافيان لباتوين بي سمينيان لباتوين كي سمينيان باوحي نقونيان كوا السببة إياك إن لسكدرو الله تبارك وتعالى وكقرآن كي نوشيغي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وحكستوا فساد بد يبر كدعي مقالة يبادية كدعي كل الله وحكوت المامي صوبت وحوي بما كسبت أيديك بما كسبت أيدي الناس ووحي ذاتك قعمه هوضو الشقيستين بصوب واحد لأن إلهي الضوم هذا ما ظلمي حكمة كتر تمحيتها هاي ليذيقهم بعض الذي عملوا خلت كي قالين قار كي دمانتي ما خلت كي أي قالين يدن بي قالين قار كم ذا إن لدنسيوه وعقوبة دي سلمرسيوه يقوى الدون كتشوف حكمة كلي كتر تمحيتها هاي لعلهم يرجعون إني خلت كسو النقدان لأن خلت كهدي لقاك رواية وهردد لقاك إن كرواية سو إن لقود أرباح ما وإن لقود أرباح ولو كرواي ولين سوء علين كرواي وحلبا لين وشيغي يا حرق سيطان قوصاني مركا ولين الرباح واي يا أواس وحن وحكو فهنو لين التصوى لعلهم يرجعون سيوسوا النقضان وانت إسقرتان كذا لقوصوا اللابتا مركا وحي الهاني وحي الهي أودي سي قدرة دي سكب حصر ماها لكن ألا قدري أسباب بين الهذا طيب أسباب تمحاكم إذا مركا وأمدى أن دون إن شاء الله تعالى إنان وحكتها بنه أسباب توحى كم إذا دجال هذا مسلمين تدح مراي أسباب تكين تاي أم الدين بيسلك كويسة أم الدين يسلك كويسة أم الدين بيسلك كويسة يو وحكت ما دا ضد دين ما قاعد سكدي ليه أم ضدك كدي ليه oo diiga ku daadinaya taasina waxay ku timaadaa fahamka diineed oo qalloocday quraankii iyo sunnadii oo si khalad ah inta loo fahmo fahamka qalloocday dadka marka lagu laayo diigooda lagu daadiyo way keentaa waana tii ugu horeysay oo saxaabada ridwaanullahi alayhim diigooda lagu banaystay oo ka dhacday dawaifadii la dhigi jiray khawarijta inta badan waxay ka timaadaa fahamka qalloocsan ee dhiga lagu daadiyo marka labaadna kadibna diinta loo aaneeyo waxay ka timaadaa inta badan quluwi iyo xadgudub lagu sameeyo gaalaysiinta muslimiinta kadibna ay ka dhalato in dhigooda la banaysto nabiga kana sallallahu alayhi wasallam asbaab dhowr u sheegay sababta koowaad waxa waa dadka ay ka timaado bu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay hudathaul asnan dad da'ir da'iridu waxay tilmaamaysa way aragnimo malaha sufahaul ahlam wax garadna ma aho aqligooda fudayd baa ku jira yaani wax way aqli fudayd iyo wax isku darsadeen way aragnimo la'aan قضبك صدح هذا النبي كتل ما بوحوي يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم دينتي القرآن كي أخرنا يان لكن هل كأولا في ماي محالك وضع ويأخرنا يان مس فهم يان واحد فهم كي فهم يعني قرآن ك مقاصد دي سي معاني دي سي ما فهم يان لكن ويأخر يان فهم كرو سطحي أنا ويفهم يان هل كأمرك وحالك فهمي waxaa keenay inta badan oo sabab u ah faham aan xeel dheereyn faham sadhiya oo xeel dheereyn oo diinta laga qaato mar walba ruuxu fahamka iyo aqoonta diinta uu ku xeel dheeraado wuxuu ka fogaadaa aad uga fog yahay inuu qiil u raasado daadinta dhiga muslimka laakiin markay wuxuu uga afraya taqaan uga ba turturata laakiin fahamkaagu amiiq ma aha haddii haddana ku dheertahay waayo aragnimo la'aan fudayd ku dheer yahay haddana mar kale uu ku dheer yahay wuxoogaa xamaas iyo caadifa ku dheertay caadifiya xamaasna ku dheeri yaa inta hadday suuka darmadaan shaki ma laha marka magac diineed baa dadka ku layliya
وحكله النبي صلى الله عليه وسلم وكت المامي يقولون من خير قول البرية هاي علماء وكت المامان وح أي شيء جن أيان أي إني أصعدان شيء جن أيان ليك كت دادين أيان ظاهر أهان ووح قرحسن بعض من كيسية جوده يسوس وخلد ونمكي صحابة الله وحي كدو ذيين إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله حكمك إلهي بأسكاله علي إيو صحابة نو حكمك إلهي بأسكاله لك أنت أقل زيني أنه حنود قال لما إنا إلهي كتابك زينا زوحي لنه إذن كنا كتابك بأسكاله حتى ساس تردد بديك إنك بناي مركب وحوي كلمة حقها إن الحكم إلا لله وحق صوما لكن معه هوست إذا كنت دوغن فهم قلو عن أوليكي حرام تلقو دادين إنت أسبا مركب إسكو درمته ويفضو داهي مركب الروح إنو ليكا وقسته تاسوا مركب أي تهي هذانا أولا يرتهي وليبا والنبي قدر صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك بن أبي عاصم وغير كيسو سارين نبي قدر صلى الله عليه وسلم إنه أولا يرتهي إسعجبين سو فهم كيسو يريهي غونتي سو يريهي ويارك نبدي سو يريهي يعني فقه بدن آن لهين أياه هذانا وحاول دير إسعجبين إنه ددك كوة داعة سيهي كأقوم بدن يهي إنت كلاعي قال الله شقيان شاچو سينيهين دينتا اينا داعادو اهين فقه اينا لهين قالاد يقابك اوشاقيان اينا وحبا كفاهن سنين الدنيا ايو كراسي ايو حولة ايو مقع اي كدورتين ويسعى تشبين واي وابدو نبي كتل ما بي صلى الله عليه وسلم يعني وحوي اي اذن كانوا ويدين عتشبين ايا اي اقونا ويسعى تشبين ايا ابو النبي صلى الله عليه وسلم اذن كانوا ويدين عتشبين ايا نو يعني شيخ الشدودة يقرآن أخرس كودي يصلاة دودي يعبادات كودي والله يابي ويدن عجبين ايان أيقونا ويس عجبين ايان ويسوبوغ ايان السوبوغ دا هدهي كوكشانا أما الشيخ هو أما الجاهل هو أما القوم هو إلهينا قرب كاقا واكب حيا مالحون بادنا مركاسي آد فود ساري ساوا مركا ويهو الرئيسي تاسي مقع الديني دون نوع عاسو حنبارسان انديق اللقود داديو أو الاسكول لايو تاريخ المسلمين توي سومرت ولي بدت كنوع عاس أفكار تنوع عاس وكلا وحكود لاي ما لين بما لين تكذب بيسا أنت سي كلا شبان مر والبقرضة سي دم بيسا سي حك جرسن مر بقرضة سي شبتا وسي كلا شبايا تاريخ ده مركز آخر ده خوارج ده تقريبا وحي أكل بحين طبنان طائفة أكل بحين مدبان بيد باكسي شبت تدم با مركز كسي أدكتي هوري marka aad u fiirsataan qoliyahan yani quluubiga noocaas ku jiree intay dadka gaalaysiyaan hadana dhiga muslimiinta ku banaysanaya dawaifta noocaas hada midalan kaba soo qaad waxa la la daala dhacay niman la yiraahdo alqaacida sooma kadaro dibi dhal waxa ka dambeeyay ha daesh ba bentley sooma daeshna daesh ahaan mise iyaduna intay si kala jibto kuwa daacish ka si daran ba ka si jabi waha kada oo daacish labteeda gaalaysiinaysa laan wax weey quluubiga sidii sabab meel uu ku ekaado malaha al quluub fi bab al asma wal ahkam nihaaya malaha qolob marba marka uu ka dambeeyna waa ka si daray bal kutubta al firqa ya milal ki nihalka waxay ka qoreen khawarijta akhriya marka aad aragto hadda sidii wax u yeelan la yaabi mis arigaasi waa qodob oo haday tahay waaye yani sababta dhiga lagu daadinayo harjiga keenayo haduu yahay sabab diin loogu abtirinayo oo sabab diineed uu yahay kaas weey diin qalloocatay iyo faham qalloocad asbaabta haday tahay asbaab adduunyana way farabadanta waxaa ka mid ah tacassubka qabaaisha loo tacassubo ama kooxaha loo tacassubo أما الضلال كي يديه ماذا الله تعصبه قول إسحكيه لأن اختلافك يتناحر كمسلمين تا لحمراي عنصر كأساسك إنت بدن كينا يوحى كم ذا إن أي رير رير أكلا تعصبان
oo iska xigsadaan waqtigii nabigeena bilaabatay sallallahu alayhi wasallam oo midalan waati qisadii dhacdadii been abuuradka lagu sameeyay guriga nabigeena sallallahu alayhi wasallam yaani hadithatul ifki dhacdadaasi markay dhacday waxa isku dhici gaaray oo sababteeda isugu dhici gaaray aws iyo khasraj lawla nabigu inuu kala qaboojiyay ayna jiri lahayn oo isku dhici lahayn gacmaha la isula tagay waa laba reer oo ansaar wada ah oo magaalada madiina wada degan oo nabi maxamed ardadiisa halis bay isugu galeen isku dhacaan waxaa ka mid ah xaadisadii iyadana duulaankii muraysiic ama banu salq ee jaabir bin cabdillaahi uu warinayay rasuulkan la duulay buu yihi sallallahu alayhi wasallam isaga markaa nabiga waxaa la socda rag saxaabadiisa oo muhaajiriin iyo ansaarle baa la wada socda muhaajiriin markaa waa bateen ila markay magaalada madiine imaanayeen waa yaraay laakiin way tarmeen muhaajiriin oo fara badan iyo ansaar baa ciidanku ka kooban yahay nin marka waxaa jiray ansaari oo lacaab ah nin ciyaar badan faraqaadqaad badan oo faraha ka ciyaara ayaa jiri jiray ansaari ah ninkii isaga ahaa waxaan u jeedaa muhaajiri ah nin muhaajiri ah oo ciyaar badan ayaa jiray marka nin ansaari ah ayuu dabada laad kaga dhuftay isagoo la ciyaaray dabadu ka haraajiyay marka waxaa xanaaqay ninkii ansaariga ee dabada laga haraajiyay markaasaa wuxuu yidhi intuu cadhoodo aad u cadhooday ayuu wuxuu yidhi yaa lal ansaar tolaayi ansaarey tolaayi ansaarey war waa lay galay kii muhaajiriga markuu arkay in laysu habar wacday isaguna wuxuu yidhi yaa lal muhaajiriin tolaayi muhaajiriinay waryaadha war waa la isgalay diyaar garooba soomaali labadan magac waa laba magac oo qiimo badan yaani waxa weeye muhaajiriga iyo ansaariga waa laba magac oo sharci ah waa laba magac oo qur-aanku ammaanay laakiin waxoogaa jiiray yala galeen yaal almuhaajiriin waa la isku habar wacday markaasaa nabigu sal alayh wasalam rasuulkaa soo baxay markaasaa wuxuu yidhi maa baalu dacwa ahli ljaahiliyati war dadkii jaahiliga ahay gaalada ahaa habar wacashadoodii oo kale xaalkeedu muxuu yahay yaa muslim baabad ahaydeen saxaabadii baad ahaydeen maxaa idiin geeyey habar wacashadii tolaa'idii jaahiliyada maxaa idiin geeyey buu rasuulku sal alayh wasalam maa shanuhu ayib markaasaa nabiga loo sheegay sal rasuulka ilaahi waxaa dhacday ninkana ninkan dabada ka laaday kadibna dhibku halkaasu ka bilowday markaasaa rasuulku wuxuu yihi sal alayh wasalam dacuuha fa innaha khabiisa wa fii riwaayatin dacuuha fa innaha muntina way uraysaa iska daaya buu rasuulku sal alayh wasalam tolaa'iyey iyo yaa ree hebele iyo isoo gurmada iyo waxaasi waa qashin waa wax urahaya waa mabda' uraya ee iska daaya buu rasuulku sal alayh wasalam ha u noqonin ayib marka u fiirso yacni waqtigii nabigeenna sal alayh wasalam isagoo rasuulkiiba nool yahay ayaa laysku sigtay marna in laysugu dhaco qabiil laysugu dhaco abtir laysugu dhaco marna in laysugu dhaco ansaar iyo muhaajiriin marar badanna waxaa ka shaqayn jiray munaafiqiinta magaalada nabiga la joogta sal alayh wasalam marka taariikh ahaan marka way horreysay kadibna markii ay laga yimid khulafaa'u raashidiin muddadii ay xilka muslimiinta hayeen afartii khulafada ahaa gadaal dambe waa kii xilka qabtay mucaawid bin abi sufyaan radia allahu tacaala canhu waardaa mucaawid bin abi sufyaan xilligiisi waxaa ka bilowday dowladda la yidhaahdo dowladdii ama yacani wax weeyaan bani umaya ree bani qoys waay qoys ree qureysheedaba halkaas silsilad xilka inay isaga dambeeyaan baa ka bilowday waxaa ku kacay niman la yidhahdo banu cabaas waa cabaas ka soo jeeda ayaa ku kacay way la dagaalameen dagaalo xunxun baa dhacay marka ilaa ay rideen oo xilkii ka qaateen sanad kun iyo maxay u jeeda boqol iyo soddon iyo labadii miyuu ahaa dowladdii ree bani ubaya dhacday dowladdii ree bani cabaas baa kacday alcabaasiya oo taariikh dheer muslimiinta xukumaysa iyagana waqtigoodii markay kaceen oo waxoogaa irada ciifeen waxaa ku kacay qolyo kaleoo iyagana abtir ahaan iyo reer ahaan isu bukushadayoo kursiga u socda marka uu iska jirtay weliba qabyaaladan siyaasadaysan ee kursiga lagu raadinayay hadda ma bilaabanin yacani waxa weeye abtir inta la cuskado haddana ujeeddadu ay tahay aynu kursi ku gaadhno
صومالي كليكم آه صومالي كليكم أي واحد سوتشري واحد أرين داس مركا مدة دير بيساس مسلمين تأوسوا هيستي وتاريخ دير بيلاد ما أنت نسل السيدي وكلوا يو محو هاي قبيل كا وحو نقضي هلق قلم بو نقضي قبيل هداد مغش صومالي ده حيث هو هلق قلم ننكستو او تشيدلو دن له وحو نقضي قل او عسكده او دن تيسكو قاعد حيالي بلشدي باو تشلحسن بلشدي باو دبعسن طلع اي كرسك اسارة هدو يلاه وين لود دقالما كرسك اللي سارو تلاقي دقال إلى الرادي هذوله وين يتجرؤ أردن ودقال الرادي هذا دونه كبر بران هذا دونه هبو كبر بران مركوا وعنصر آد وشيل عسان أميل دبع عسان وبرشاد ودبع عسان تايوه وحن نقضي مركا وح يعني وح ويان جديد انتلا فوله دنتي للرب اللجو جارو نو نبي جانو صلى الله عليه وسلم وككدي ورسول كوري صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ابن رسول الله عليه وسلم روحي لدي له أساقو علن جاهلية كهوس دقالمي علن اندلاء وان شرعي أهين أساقو هوستي سكت دقالمي روحي لدي له وقرابة او عروني رير كمركي لشيقو حناقي او دقالمي وقرابة او دقالمي qaraabada u xadoonaya qaraabada u ficiloonaya ummadeeda kamid ma habu nabiga sallallahu alayhi wasallam faleysa min ummati ummadeeda kamid ma ha waxa in haysto wa hada wax kale iska dhaafe muxuu ahaay mustalahaad ka reeruhu kala isticmaalaan yaan u kala tacasubayna oo u kala dagaalamayna asbaabta waxa kamida harjiga iyo islaynta macna la'aanta inuu bato oo siyaado asbaabta keenta waxa kamida san tilmaanayba yaani wax way u jeedeen siyaasiya oo inta badan siyaasiyiintu ay ka dhaxarkaan inay dagaalo oogaan qabaysha isku diraan dadka isku diraan marar badan waxaad arkaysaa u jeedooyin oo dagaaladu waxay ka kacayaan tuulo yar oo macal lahayn meel cidla oo tuulo laga aasaasay ama baraag laga qoday mid siyaasiyadani kaga jirtaayo doonaya meeshaasi wuxoogaa yar inuu ku helo siyaasadii iyo marka wax way qabyaaladiiba is-cuskan siyaasiguna maadaama uu kursi u socdo dan badan kama laha dhiigga daadanaya waddanka burburay aafada dhacaysa cadowga qabsanaya dan kama laha maxay la ujeedadiisu inta badan waa inuu kursiga gaaro وينو كرسي أكو فريسو وجدة كذا ما يساه ملا ضمير كلا نملا سياسيين تسوي بدين يوا وحاء إن أرن كا إسقى أوكا بجليه مركو كرسي جي سأسقو الرادين هيو ليك أكود عادي هو ماذا إسكود درو أو أفرد ليكو أو ودن كبر بريو هذا نما عذالك وحلوه أبل جديا وحي الربيين لصيو كي كدلي oo isku ka diray oo ku burburiyay oo cadaw ku loogay oo badda kugu baabiyay oo muxuu ahay qeyrka ku baahiyay oo intaas oo dhiba ku mariyay ayaad maalinka dambe abaalgud waxaad uga dhigaysaa inaad kursiga saarto adigii baba ugu abaalgudayaba sooma in la sharfo oo maxaafisha lagu soo dhaweeyo oo munaasabadka lagu soo dhaweeyo oo muxuu ahay gogol xaga gogol muxuu ahay cas loo dhigo ya oo durboonka loo garaaco loo mashxarado hada waa kii ku baabiye ogow maxaa soo baxaysa marka nin walba wuxuu leeyahay marka si lagu mashxarado ya rooga asna lagu dhigo kursina lagu gaarsiino rag baa ku gaaray adiguna dejidkii mar sooma adiguna dagaal og oo wax dil oo wax baabi oo rabadi oo burburi laana jidkana baa lagu liibaanayo kursi lagu gaaray soo ni walba inuu marama aqligaana marka wuxuu garan waayay war ninkan abaal gud ma laha bal iska wadhaafay Soomaalida nimankii ka shaqeeyay inay burburto shabahadaha ku kiciyay gaalada u soo kaashaday yaa dhiiggooda daariyay aafadaas oo dhan baday nin kamid ah hadaan caawa
magciisa hortiina ku sheego reerku ka dhashay way ka kacayaan meesha muxaadarada dhageysan maayaan ma taa imisamaa طيب maxaa sugeynaa marka waa wixii raggii waxaa sameeyey wey hal naxdaa magciisa lama soo qaadi karo maxaa annaga nalaga rabaa waaye gaalo way badan tahay ka annaga maxaa laga rabaa marka aafo ka weyni ma jirto aafo ka weyni ma jirto xataa dhiigdaadintan hadda qoladan fahamka diineed ka khaldan yahay ay samaynayaan waxaa u gogol xaaday dhiigdaadintii dalka lagu burburiyey ee jabhadaha iyo qabaaishu sameeyeen haddayna kuwaasi waddanka burburin lahaynna lama heleen kuwa diin ku abtirsado oo dadka dhiiggiisa ku daadiya waxaa si cajiib ah oo la yaab leh ninkii waxaasoo dhan sameeyey ee siyaasiga ah haddana hadduu kursiga waayo ama ka dego intii oo kale inuu sameeyo diyaar u ah ayaa haddana yaa dadka waaninaya isagaabayna wacdiiba war soomaaliya ilaahay ka yaaba war khilaafka joojiya war midnimada ku dadaala war wuxuu dhu aafadu adugu kaa socdaaye maad ummadda sida u dhaantay war waddanka u tura yaa waaye waa isagii dhibka geystay waay waxaan maqli jiray masal waxaa jira carabiya oo yidhaahdaan asbaxa fircawnu waacidan bay dhahaan asbaxa fircawnu waacidan ninkii fircoon ahaa oo weligaa dad wacdiinahay maart oo ilaahay ka baqale marka aafo soomaalida haysata qabyaalad ha ahaato laakiin qabyaaladda dadka isticmaalay ilaa haddana isticmaalaya waa siyaasi kursi raadinaya waa waa asbaabta asaasiga oo dhiigga daadanaya horeyna u daadiyay ilaa haddana daadanayo waxaa ka mid a asbaabta kordhisay harjiga iyo dhiigga daadintiisa waxaa ka mid a dadka goobaha dhibaatadu ka jiraan ee dhiiggu ka daadanaya ka baxsan qurba joogta la yidhaah kulligood ma wada aha laakiin in badan oo ka mid a dagaalladay tamwiiliyaan dhaqaalaha ay dagaalladu ku socdaan ee qabaaishu isku dilayaan ee dhiigga lagu daadinayo in badan qurba joogtaa soo ururisa weliba ayagu waxay u jidbaysan yihiin si ayna u jidbaysanin kuwa waddanka jooga waxaa u sii kaalmaynaya dabka meesha ka huraya yaa dabka ka hurayaayi ayagu kuma gubanayaan caruurtoodiina kuma gubanayso xaasaskooduna kuma gubanayaan dibadahay jiraan caasimadahay jiraan waa ladan yihiin ilmahooda wax u baranaya laga yaabo miday qaraabo yihiin ama ilmaadeer yihiin inuu ku dhinto laakiin ayaga wax dhibta intaa ka badan oo soo gaadhaya ma jiro marka inay dabka shidaan oo dhaqaalaha ay qoryaha isku raaciyaan qoryaha isu raaciyaan oo shidaalka bixiyaan oo dhaqaalaha bixiyaan oo waxaa u sii kaalmaynaya laanna kuma gubanayaan hadday iyagu ku guban lahaayeen oo caruurtooda iyagii xaasaskoodu ku guban lahaayeen sida way u dhaami lahayn war sida ka daayay dhihi lahayn qayb weyn bay ka yihiin aafada maanta soomaalida haysatay qabaaishadii dagaalada socdaay qurba joogta qayb ka mida kulligood ma wadaa laakiin qayb weyn bay ka yihiin dhaqaalaha ku baxaya ayay ka yihiin macnaha asbaabta waxaa ka mid a oo laga yaaba inaynan ku baraarugsanayn sabab ra'iisiyana ah waxaa ka mid a qaadka qaadku aafooyinka dagaalada dhaliya koobu ka yahay harjiga maanta ina haysta qaadku sabab ra'iisi uga yahay dhowr siba uu uga yahay waa mida horta waxaa jira dadka qoryaha haysta inta badan qabaaisha istilee jabhadaha ahee hubaysan ee qabaaisha u dagaalamaay waxay ku dhaqaaqaan ee ku dagaalamaan waa qaad maalinkay qaadka helaan yaa ayaa iyagu beertooda soo go'day maalinkay qaadka waayaanna hooggooda galay si ay marka qaad u helaan oo kharash loo soo ururiyo waa inay dagaal bilaabaan haddaynan dagaalamin oyna dagaal oogin oo ree hebel aynan ishaynin oon la isku dhacsanayn wiilkan mooryaankii qoriga haystaay adeer waxa weeyaan nina wax u soo ururin maayo qaadna heli maayo wuxuu ku gato suu marka u xaqiijiyo qaadkiisa waa inuu dagaal galo soo ma waa midda labaade
qaadku wuxuu gaaray tuulo iyo baadiye iyo meel walba gaaray waagii hore magaalada qaadka cun jirtay laakiin geel jirka geel la joogay qaadku cunaa kadibna markii deyntu ku badato lagu yeesho geelu soo gada oo qaadka isaga bixiya dadkani marka waxa way islaynaya aragtayna daahiradan hadda soo korodhay waxa asbaabteeda raisiga kamid dadkani aad moodaysan bay inay miir qabaan waa dad sarqaansan waa nin sarqaansan ya wadiiga hadaadin ma yaqaan wadi ba soo socda ma yaqaan war ilaahay ka baq ma yaqaan waa daroogaysan yahay ya ma arkay naftiisana uma turo dalna uma turo aakharna ma yaqaano waxbana kama xishoodo dadkan waxyaalaha marka sii kordhiyo waa qaad ka faafay ee bari iyo baadiye iyo tuulo iyo meel walba gaaray dadkan kaas ee islaynaya waa qaadiriyeysan yihiin waana daroogaysan yihiin nin daroogaysanna haddii cidna uma aaba yeelo ya iska dhaaf cid kale xataa alle iyo rasuul toona waxba uma aaba yeelo midal baan idin siinayaa ninku markuu daroogaysan yahay inuusan cidna u aaba yeelin saxiix al-bukhari waxa ku yimid qeyrkii علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيا وحو يلي لبا هلاد ومنا أن كهلي قنيمو منا النبي صلى الله عليه وسلم وخمس خمس كي يقسيه أيا لها بود لبا هلاد مر كان دمع إنا نستوك نبي قبر دي سفاظه وان لا أقل قلو أيا وحو يلي نمبان كحيستي قوليهان ذهب كي حيالا لسكو قرحيو كو السمايه hagaajiye kamida ayaan ka haystay buur irraaban idi muxuu u socdaa waxaan soo guranayaa buur caws la yiraahdo idqir oo qolyahan wax shiila ay isticmaalaan qubuurahan loo isticmaalo guriyahan lagu dhiso cawska intaan soo gurtaan rabaa buur inaan gato kadibna wax kharashka iga soo baxay inaan gabadha ku dhisto Fatima binti Rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waan baxay buuri labadii halaad ayaa nin ansaariya gurigiisa agtiisan ku dabray buuri kadibna waan tagay oo inaan wax soo urursado oo halaha wixii ansaari lahay qoryaha ansaari lahaa iyo cawskii wixii baan doontay buuri haddaan soo noqday wixiina soo urursaday oon doonayo labadii halaad inaan rarto kadibna suuqa geysto ayaa waxaan arkay buuri labadii halaad oo kuruskiina laga goostay kelyahana laga duleeliyey beerkiina lagala baxay markay arintaasi ishaydu ku dhacday indhahaygan hana waayay weligay mandar iyo muuqaal igala foolxun weligay ma arkin waa labadii dheefin ka naxay kuruskii baa ka go'an kelyaha laga duleeliyey beerkiina waa lagala baxay مركز سعيد من فعل هذا وريا سيدا سمي وحيدهم بوري فعله حمزة بن عبد المطلب أذيرك حمزة سمي بلي وأنا كانوا جريجن وكتشراي وخمر كعبية سقي كوح أنصاره خمر ميشن كعبية وأنت خمر ضل حرمي وان صوبت كنت يد بقول شيء أنا وحيد هذا مركز خمر ضل عبية قبله قبله يرير بقول هي سيشري سيد هذا كوا قات كحني يصمار inay gabadhu heesto mooyana marqaan kuma yimaado ama inay xajal ku toortaan ama waxooga gabadh baa marka u heesaysa iyagoo khamrada cabbaay marka gabadhii baa waxay tiri gabadh yarayday wuxuu ahay fanaanada ahayd ayaa heestii waxay marisay alaa ya xamzu lishuruf innawaa'i xamzu waa marka waa darwaq waa khamrisay war xamzu halo cayilan baa meeshan joogee meesha ka kacbay ku tiri حمز مركب السيفتي بوقاتي لبدي هالات بوكروس كاتشري كليدو كدوليلي بيركين وكالبح علي ماشي هدو يمد حوش وقصد علي محوصة ميني وأديركي وانا كوين لما دقال الله بكر وانا ان خمريسان اسكو متى اي كرو نبي كان آذي بور صلى الله عليه وسلم مركز الرسول كأو قالي رويد نبي وحالت شوغا nin la yidhaahdo Zayd ibn Haritha saxaabiga la dhihi jiray xibbu rasuulillah ayaa la joog marka nabiga uu galay sallallahu alayhi wasallam rasuulku markiiba wajigeyga wuxuu ka arkay isbedel iyo inay dhibaato ay haysato markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam malaka war cali maxaa kugu dhacay say wuxuu jiraan
مركز أوحى نبي يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط قط والله من كل أرتي ما أنت ولقي تنوك لإما صومرين بني ومحا دعي لبدي هلادين حوسك كسو قرنه حمزة انتو كرسي ذا كقوي وكليها كدوليلي ببير كالبار وانا كانوا قريقا نخمركو عبيه نبي صلى الله عليه وسلم مركي وقو إيزو صوقات قو إيزو هلوبت كدي من أبو سوتكي علي إيه مركو حالة صعودة زيد من حارثة الله صعودة نبي صلى الله عليه وسلم مركي إريد سو إستاقين بالرب نصولكو إذن دلبي ورميدين صوقلا صوقل بالي وارك خمركو عبدالكتول فردي وخمريسان حمزة رك اللي شو قلفتو دوي خمريسين صوقل بيده نبي صلى الله عليه وسلم صوقلي كدي بوحو بالهبي إنه حمزة أديه أو عنانته. نبي قال إيش أدير بويا حمزة أدير واه صوما لو ضد أدير بويا. لكن دواني خلت سميه والنبي عنان بوكو بالله صلى الله عليه وسلم. مركو عنان كوب بالله بي فإذا حمزة محمرة عيناه لو ضد إنه ضد بابا جدودا بحمزة. لو أنا الخمر يزنى لو ضد إنه ضد بابا أيه جدودا. مركاسو حمزة رسول كفيري صلى الله عليه وسلم. في ردو في ريي كربو إيش أقو قاضي إلى لوجة هذانا كربو في ريي إلى حدونته هذانا كربو أركت في ردو أوصي قاضي إلى وجه كيسة أنت أمركو في ريي بحولي وهل أنتم إلا عبيد لأبي كونني أكتاك تاجنو الضومدي أباهي أو صومتهم بقولي يا الضومدي أباهي إيجتك سومتي موح كلاتي برا ضومتي أبا من باتين يوكو هذا نبي إيوه يا علي يا زيد بن حارث صدق هذا كوا هذا ضومتي بوله نبي صلى الله عليه وسلم مركو قرتي إنه سرقان زيه أيو رسولك صلى الله عليه وسلم قذال قذال أباحي حتى موسى اسمه تشيرين قذال قذال بو أباحي سو كسو تشيده إلا واحد كسا كي ما كان إن خمر زوما نين خمر زوما واحد كسا أمو كوسو بودابة وكاد البودابة ده كري زوما نبي عمرك جذال بو بحي صلى الله عليه وسلم أنتو جذال بحي بي إسقي وح إسرائيل لو دينن وابل التجيب مركنين خمريسن أو دروغيسن أو قاد عوني أو خمر عبي أذير النبي ما يقان يا سواء دوما ذي متين بوك باللابي ورني كشوش ما يقان ورآفا إيمان ما يقان ورودن كابوربوري ما يقان ونبي تجلي در هذا ما يقان ودروغيسن يهاي وقاديرسن قاد عوني Soomaalidu mas'aladu u baahan inaad fahantaan waa qodobkaas waa dadka marka soo aragto dhulkaas dhibaatooyin ka dhacayaan jooga dadkaasi wax waalay oo wareeriyay waa qaad mana joogaano dadka lagu xisaabtamaya hadda aqli ahaan iyo wax loo sheega ama dadku dadka moodaysan ma sabab raisii ka tahay waxa kamida markay fitan ku dhacaan oo sidan oo kale ummadu ay dagaal ku ragaado oo fitan ku sii xuslaadaan oo ay muddo jiraan بين آدم كاسي فتن ككل حشراي وحلم يا عقلك عقلك اللهم عقلك بين آدم كلوجي قانه وحكوك لجرين شريبا اللهم رسول كنا تانت المامي صلوات ربي وسلام عليه حديث كأبو موسى الأشعري وحويلي حديث كان هذا مركز صوت المانوى النبي وحول صلى الله عليه وسلم عاد وحكاسي هرين دونه إسدلي دونه أو مسلمين تو إسلين دونان إسلين تأمركو كور من النبي صلى الله عليه وسلم وحي إلى ذن رسولك إله يو ميانو إش دلينا ودرس كنقانو دلينا وننكو إنا ذير كيبو دلي وقرابة يسو دلي يا ومعنا عقولنا ذلك يومئذ ما لنكاسي مع عقلي كنقي بان نقوشي رمس عقلي الآن باننا نبي قحول صلى الله عليه وسلم لا ما لنكا عقلي مليه ذن تنزع عقول أكثر ذلك الزمان وقت قادتك تشوغ عقل يضوض انت بضن والاق السيبية ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم دد فضود او سيدة يعني بسطو كالي بسل السيري او كلا او ان عقل لهين باسوها ريبو نبي قول صلوات ربي وسلم عليه يعني وحوية دادك وحيلو مينا يان عقلك لان عقلك واح بن آذن كميزامة واح مصلحة التصا واح مفسدة لباتة صوصعة وكوكركو وواحد الله بدأ وقاضي واحد كرد لن كرد درنسية وعقلك عقلك مركها الظلمه روحا كذا توح النقونا يا
sidi busla sayray oo kaloo noqonaya qiimihi ba marka lumaya aqligi ba lumaya miisaanki ba lumaya xilligaas saasay noqonayaan rasuulku sallallahu alayhi wa sallam marka aqligi markuu lumo wax kasta marka waa fududaanaya aqliga marka ama fitankaas luminaya ama daroogadaasi qaadka luminaya yaani wuxuu aqligi markuu lumo waxa dheer oo iyadana rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam markay fitanku sidaas oo kale u bataan sidoo kale to waa marka ummada cilmiga iyo aqoontu ku yaraato iyadana xadiith saxiixan ka tilmaamaya min xadiith abi wa'il wuxuu yiri waxaan la fidiyay abdullah ibn mas'ud iyo abu musa al-ash'ari markaas waxay yidhaahdeen rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam inna bayna yaday sa'ati ayyaman yanzilu fihi al-jahlu wa yarfa'u fihi al-ilmu wa yakthuru fiha al-harju sa'ad qiyamada waxaa ka soo horaysa maalmo jahligu degi doono cilmigana la qaadi doono islayntuna badin doonto nabi sallallahu alayhi wasallam islayntuna badan doonto marka islayntu inay badato muslimiintu inay islaayaan sababta raisiga sababta waxaa kamid asbaabteeda waxaa kamid in ummada cilmigu ku yaraado aqoonta diineed inay yaraato jahliguna faafo marka aqoonti waa yaraato fitankani aqligii bay tagsiiyeen qaad iyo darooga inoogu darmatay asbaabta keenaysa marka waxyaalahan la yaab kale dhexdeena ka dhacaysa kuwa iyaga waa aqligu markuu tagaayo waxaad ku garanaysaa marka yaani waxa weeye dagaalka iyo dhibkiisa la dareemi maayo si fudud baa sida baalaleyda oo kale loogu daadanaya ma muuqato ilaa dabkiisa lagu gubto oo lagu baaba'o yaa la garan maayo marka wax ka imaan kara laana caqligii lagu garan lahaabaa maqan خلف ابن حوشم نيل يداهدو كما في صحيح البخاري معلقه ايا و خوله يحيى وحي جعلان جيرن سلفكو ان اي ابيادن غبيدن شعر كا اني سو قاتان مركي فتن كو تاغيهين غبيغا وها اسك لها نيك لي جيري امرؤ القيس غبياغي جاهلي غا اسلام كو كور رغي غبي جيري بو كميدا لكن حكم كو كتغبي كميدا و خوله يحيى الحرب اول ما تكون فتيه تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل يعني دقال كيف هو كشبه يوكالا كردقي سيدي هوين يوكالا مركه هوري باللوغي يا دقالكو وقبرير وكشانتئة وقروح بدن oo dhalaalaysa oo ni walba soo jiidanaysa yaa ni walba soo jiidanaysa oo quruxdeeda ku dagaysa ninkasta wax ma garada oo caaqibada garanay markii dagaalka dabku huro oo aafadu kacdo markaasi waxay ka tagaysa oo ay noqonaysa dagaalkii isu bedelaya buuri habar nin la'aan ah islaan duqa oo duqowday شمضاء او عروذي او هدنا نين لآنا هاوينكو مركي واوين حتى هدين نين لاذا ويس هكاك سموك هدين نين لاذا حتى ويس ناشتا لكي وهبر نين لآنا او عروذي ايه نقطي او ميدب كيدي اسبدلي او هدا تيرا هدو ارسو ايه هدا شمي استيرا هدا باعت كهانا يسوي انا موكاوضا marka hore dagaalku uu bilow yahay xiisihiisu taagan yahay nin walba waa ku ordaya waa soo jiidanaya laakiin markaad boqolaal dhulka dhigtaan oo magaalooyinka dumisaan oo nabadgelyadu gacanta ka baxdo ood kala qaxdaan markaas soo nin walba garowsan maayo yaa marka ceebteedii baa la dhex fadhiyaa aqligii intaa lagu garan lahaa aawe qaad baa tagsiiyey sooma qabiyaaladii qashin baa tagsiiyey aafay siyaasa tagsiisay wixii lagu garan lahaa war waxan waxa ka dhalanayay waa kan ee hal yaani hal hal si hal loo yeelo aqligaas waa maqay asbaabta waxa kamida islaaxa iyo hagaajinta markay dhibaato dhacdo islaaxintii iyo dhibka in laga hortago haduu dhacana la xaliyo ayaa inagu yar laana wax weeye dhibaatada muslimiinta dhexdooda ka hortag bay u baahan tahay markay dhacdana in loo degdegay u baahantay
ومن القرآن كي نو إله نو شيء قال نو شيء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مرك إصلاحها ضعيف واجران دلال واجران لكن أنت بدن سيدي الله بهنا دلال ذو معها مسلمين تلحظوا إن إصلايان ودقال نحمراي ووحسو جرينة لكن هذا المرو البوح على الرباء إن إصلاحين تأيشيسين تأيونا كشقين تو أي غالب نقطو أسباب تأوحا كم ذا سلطة دي أودي وحكي لقوين لهيد وإيادنا ماشاك بحضي أما تبردران وحال الرباطات كمرك اللي هشيسي وقبائش اللي هشيسي كوحا اللي هشيسي هشيس كقلادة كبية يديدة و دقال كسي ودا و قلان ويدا تاس وحال الرباطات مرك أودين لو استعماله سيدة اللي قران كينو شيء فإن بغت إحداهما فإن بغت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله مدا لكر الله يقرد الرضا والضاء لدك علما أودي تالا دقالم إلهي هدين انشيرين ما لا أفشاري كارو دقال كان لأن هل كوح أو نباتو ودى بان لقد نمان كرين هدي كوح داسي أكتاه إن أود لو استعمالي دونا هدي هشيس كديدو ويأقبالي لهي اسمين واشين هل كامرك وحا مقان أودي با مقان أود داسي هدي قبائشة كالكسو روبي لهذه هشيسين يولاني لها أنكو هشينو لابا مركا يسكو لعان أول شيء سيئ مدة ديدا يا أن سقط تجنو يا شرع وساس على سقط تجو دولة دي النام كي عدي أول لها كش قيسو هلا قرعو وحي كل ما نيا كل إنتو لأن محلق عرية دي قد لا دادين يا قلادن قدرن لا قد دادين ياي وحالو دادين يا لأن مفسدك وين بالك جور تجي يا إلى أن مربع دبكو بداوي هي مكت مربع دبكو بداوي هي marka la dagaalamo kuwa heshiiska diidan baa la yiri tabaarak wa taala awoodi aawe marka arinta af jari lahayd ma jirto awna la isku mashquuba way ayadana qodobkaas oo maqan waxay ka mid tahay asbaabta hadda kordhisay isku dhacyadan iyo dagaaladan dhexdeena waxa kamida wayii hore markay qabaayishu isku dhacaan waxa loo baxsan jiray hoggaanka dhaqanka odayaasha ugaasiyada salaad diinta ayaga wax kala xalin jiray waana la maqli jiray warkooda reer warbana hal suldaan iyo hal ugaasi iyo hal garaad iyo hal malaaq way lahan jiray yaa la isin ayagana awoodoodii baa burburtay oo hoggaan dhaqan oo quman oo wax laga dhageysanay ma jiray odaygii reerka 100 baa laga hoosameeyay haya 100 suldaan iyo 100 caaqil iyo boqol fulan iyo boqol magac awoodiisi ma leh odaygii wax kale jari jiray wax ma kala jari karo ilaan waxun bay xalahayd moogta nidaamku siduu doonaa ama nidaam dhaqan ha noqdo ama nidaam siyaasi ha noqdo nidaamku si ahaantiisa bin aadamka ka maarmo fawdo wax ka daran ma jiro fawdo wax ka daran ma jiro saas daradeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam qaab dhismeedkii qabaaishu ay lahaayeen iyo ugaasiyadoodii iyo salaadiintoodii iyagoo sidii u dhisan buu nabigu isticmaalay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sida qaalib ka saaso nabi gustimaali sallallahu alayhi wasallam marka hoggaankii dhaqanka ee inta badan markay dhibaatooyinka dhacaan halka gaari jiray ama loola noqon jirayna isagana burbur baa ku dhacay aafada hadda kordhinaysay kamid tahay dagaaladan iyo yaani wax way dhiiga daadanay waxa kamida asbaabta kamida inta badan qabaaishu waxay isku haystaan dhulal waay dhulal kale isku dilayay waa dhulal inta badan aan magaalo ahayn dhul daaqa xoolo daaqi jireen iska banaan ninna uusan lahayn reer baa sheegta reer baa degi jiray aadamaha waydinka arkay waa la isdurkinayaayo yaani waxa weeye waa la isku soo durkaya qolaa sii durkaysa qolaa ka soo daba durkaysa meelahay qabaaishu iskaga iimaan jireen oo wada degi jireen ayay qolo doonayaan inay magaalo ka sameeyaan
qolada kalena wax ilaahay kama sameyn kartaan anaga iskale baraag baan ka qodayna kama qodi kartaan tuulo yar oo qamandida lagu qaataan ka sameynayna ma kama sameyn kartaan mid siyaasi ah wuxuu ogaa doonayaa inuu kursi meesha ka raadiyo meesha wax ka qodqodo kama qodi kartaan labadi qalb qabwa ba isku dhaceen ba sooma xad la yaqaan male waa la wada joogi jiray daris baa la ahaa waa la wada noolaa xuduud ma laha dowladu xuduuda uma kala samaynin waa la isku fakanayaa idinkaale annagaale iyo malihidin annagaale iyo malihidin waanu qodi iyo qodi maysaan waanu magaalayn iyo magaalayn maysaan baladuu kala saar annagaa dhulka leeya malihidin xad go'aanna ma jiro laga samir taasoo kale marka waxay u baahan tahay sharcan shareecadeenna waa la yaqaanaa waa ka hadli doonaa habeen damaan ka hadli doonaa haddii alla idme sharcan dhulalkankadaata iska banaani sharcan shareecadu maxay qabtaa waa marka labaad ee shareecada xukunka ay qabto marka laga yimaado hadda iyo xilligan iyo duruuftan ummadda haysata maxaa maslaxo lagu kala badbaadi karaa in la raadiyo u baahan tahay aafaadka ugu badan ee hadda haysta soomaalida ee dhiigga loogu daadinayay asbaabtu ayay ka qayb ka tahay macnaha waxaa ka mid a asbaabta iyadaa keenay dhiiggan faraha badan ee daadanaya ilgaa'u taxkiim alkitaab واستبدال ذلك بالأعراف والقوارين كتاب كإلهي حكم كيسي أو إن بدل أنت نلوش أن الله سارة لغو بدلي نقمك له يحرر كلا أنك بدلي نبي جينا لو حكى صلوات ربي وسلام عليه إنه يدي وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم مدح ضوضة يدولة ضوضة يددك حلك أهيا هذا كتاب كإلهي كوكلا حكومي ويان ألا نحضوذو بلاية لغا خير كان أي كر هذه ويان كتاب كإلهي تبارك وتعالى مرك حرار كان لدجستي هي أنظمة قال هذا لغا كيني أو مدى لغوكلا حكومي وحيالها الرئيسي كيني كم تهي إن إلهي أمدى لسكوصة لذو أو لسكوت درو إسلايا نبي جينا تلمامي صلوات ربي وسلام عليك haddii dimaadan iyo dhiiggan iyo khilaafkan iyo ummaddan loo xirin lahaa kitaabkeedii iyo sunnadii nabigeenna sallallahu calayhi wasallam ilaahay baa yaqaan ummaddan maslaxadeeda isagaa abuurtay isagaana dantooda yaqaan haddii loo xirin lahaa wax badan baa xallismi lahaa haddaan laba mithaal soo qaadanno maalan shareecadeennu waxay tiri qur-aanku inuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab ya ruuxii wax dila haddii dadka uu wax ka dilay aysan cafinin qisaas oo isagana dila nolol baa idinku jirto alla yidhi tabaaraka watacaala in la qisaaso kii wax dilay nolol baa ku jirta maxaa laga wadaa nolol baa ku jirta imaamu shaafici wuxuu yidhi yantahii biha bacduhum can bacdin makhaafata an yuqtal kii wax dilahayey ee wax dili lahaa hadduu og yahay in la dili doono dil ku joojinaya ummaddii inta kala noolaanaysa marka dilkaa tegaya meesha ka baxaya nabadgelyaa imaanaysa halkaa ruuxee la dilay cabsida ka dhalanaysa iyo waa lagu dili haddaad wax disho kumanyaal baa ku badbaadaya marka walakum fi lqisaasi xayaatun xataa carabtii jaahiliga way yaqaaneen waxay dhihi jireen alqatlu anfa lilqatli ruuxa oo dilka sameeyey haddii la dilo dilkuu yareeyaabay dhihi jireen qisaasta ilaan iyagaa lahaan jiray way lahaan jireen islaamka ka hor way isqisaasi jireen tayib arrinkaasi marka meeshuu ka baxay waxay noqotay kii gacanku dhiiglahaaha ee wax dilay ee dhiigga galay ee dadka laayay inay qabaa-ishu gadaal marsadaan kadibna la difaaco tayib nin kastasoo marka hamin maayo oo ku tashan maayo oo ku fikiri maayo intaad disho berina gadaal ka mar qabiilkaaga ilaan u ogyahay inuu badbaadayo soo ma alla ka cabsi male nidaam kama baqayo waa lagu soo qaban kama baqayo waa lagu dili kama baqayo wuu dili kadibna reerku gadaal ka mari waana la difaaci jiid marka nin walba uu maruu noqonaya haddiise la qisaasi lahaa waa lagu noolaan lahaa tayib mithaalka labaadii waxa weeye shareecadeennu waxay tidhi ruuxa dilka kaska a sameeyey ha loo gacan geliyo dadku wax ka dilay hadday iyagu qisaasta ka cafiyaanna magta xoolihiisa ha laga qaado isaga ha la mooro duugo
كي دلك كست أسمي ماشي مكت حوليه سلقا وضا قادل سلقا قادل لها ريركا قيب سري سقنا قدال بالمر سري مركزا كان كلو حولي والله انتان كو كاسي يان مكت هذا لتانا تانينا صماء مكتي بابا لتانا تاني ييبا طيب هذا مكتي تانا تاني سين سو ولي جيم بمكو تاقنان ميسان ودل انكو لحجري ميسان هذه اللغة بالله لها كان واحد له حوله صورنا لقى قاضي لها أو إسقى مركه ورا العيرتين لها سد شرعة ولا ذا هاي ما جميت بعد كل يرن لها قالوا أنا دوا ذركتين قالوا بين آدم كواحد كوا حكمة يوم تغنى رجال بيت كواحد حوله هادن كيسا لقى سوقي هذا تلاوة ذا قاضي ولو جراحي هذا تلاوة ذا قاضي ولو جراحي هذا تراك ترافيك ليت كنافت ولو جراحي هذا شرعة كتبي سو ولو جراحي بين آدم كي إسقى الإذن إلى لين إنه بيستان بكتيره موسك إلى لين يا شاب كاغا إلى شولي يا مركان نينكن كان كوديغلا هادي خوليس لو دخيلها ادير او ان لغا قادين وخبا انوها وحنا وخبا انو هادي لها كودر يدن مكتي لفتيدي مركل يراد مك هلا قادو بقولكي نافي جيلها اما كنت كي نافي جيلها ماشي ريرك لو ودا ساري لها وحال ليه قيمه يو خير بينو لهان جيرني حشي مخينو كو قيمن جيرني هاشي طبعاً كونه شيلين بقوق قيمين شيلنا طبعاً كوقوق ماي معنى لا أنواعه دي جيب هالكاسو جوجا ب مكتي لبابي دلكي لبابي معنى الآن بالغت لقي معنى هذا صوما أنا صلينا صوما معنى هذا دي يكون هذا توه هدي واحد كذا تشرع عبي ماشي له دي قال له علين لها يعني دي كم دانا واحد بدن بابق الله واحد بدن بالغو في يبان له لكن تصرف كأنه يميلها واحد مود نوى إنك خلاص واحد يقني وحكم إذا أسباب تأييد أو حل إذا هذا هو هاي سوشيال ميديا وهذا ينقص كردي ويسقون آفاء يعني وحوي قبائش إسكودرا دتك كلجية وركبين تفافية يا بروباغاندا كعيا أسقنا وحوي قيب وكيا هاي سيادة هذا الأركيو دجال هذا مسلمين تلحي الله نبي جينا لو حكسو صلوات ربي والسلام عليه إنه يري إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم ونبي صلى الله في التحريش بينهم الشيطان وحو كقوستي إن أي مسلين دتك تكذا عابدان إساقا لكن وحو كشقيا إنو دتك إسكدرو قبائش إسكدرو قويسيس إسكدرو شقدي سوا إنو إسكدرو دتك إلا عابد كقوستي ودتك تكذا أي عابدان لنك مركا قبائش إسكدري إميريا استعمالي ee muxuu ahay fidnada ka shaqeynayaa shaqadii shaydaan uu qaban lahaa buu hayaa waxa la yidhaahdaa yaani wax weeyaan naar afuuf wala naar afuuf naar afuuf yaani afku dablan wala dhaa ee fa ka dar ma jirto ilaahay baan ku dhaariyo soomaali markay hadda ka hadlayso dhig baa daadanaya nabadgelyaan baa dhacday ee fa dhacday laga hadlayaa wiil yaro safi hawa safi wa safi wax ka safi san ma jirto ya وحبا حبا يراتين وحلو قدر سنقر ماه وادا يعني هاي قيمة ماله وحلو قحشم ماله ويل كاسا قبيل كفريسية وقبيل ككعية قبل حجابني وضيق وحكرت كاها كيوا يعرقاها وذات كي قدر يا ويل كاسي سوشيال ميديا كاها الله بابا رير ككعية وحر لقلا أنا لقل مها الله وركاسا وحالين هديك مالا داي من هشين نبتي آوي محل سلين يا وحا أن قيمها لهين بابا قوان كي أنك عمتك وهي مركب ميل فوق بباشي جوكتا ميل دوما أسبابها سوكر ربي كمتا بين تابضة طيب النبي قتل مامي صلى الله عليه وسلم أثر كعبد الله بن سعود لقورنا يوحو ليه وإذا كثر الكذب كثر الهرجب ليه عبد الله بن سعود بنت إيو كترو كتنتو مركب بضتو ديك داتا أنسوك مركب ديكونا ودادانا إسلامتون وابدان إساب رسول كله صلى الله عليه وسلم عليه وحد مودا إنو تلمام إيو مانتا إنو تلمام وحكم إذا فرقلين تشيشايا ودى مسلمين تون إسلايان شيشايا وكشقين منافقنا وكشقين لكن شيشايا كشقين هرين وكشقية كان الشقين دونا waxay ku xiran tahay inaad adigu u diyaarsan tahay inuu shisheeyo hukoomarsado ajendihiisa inta inaga gudaheena markay suurowdo
أيو شيشيو إنك شقيسنا إنو كاشقيسنا هذا هو وات كشقيسنا له عدو قاقو كوتشا بي صوما بان ورابي قال بقتا برا لهلا صوما ها عدو قاقو كوتشا بي عدو ماذا ديسين سيداس درادد عدو أنها هيستا قال أنك شقيستك عن شيء لغو جيرسا صحة كوكو جيرتو لكن إنه كوكا شك عن شيء يا دياريي هذا دياريي مركوا سبب كل سن أسباب تكالي لكن واجراء وقت النبي نوانك زوشيك صلى الله عليه وسلم منافقين تونك شقية وقت الخلفاء الراشدين تا إنه قالدو أي كشقية مسلمين دا قدو هدي بنان كودوبا إنه مر والبكا شقينا يسكو دعا مسلمين تيو دي قودينو داتا ودبادو دبربران شاكي مالها لكن ومركي فرصد إنه أن سينو وإنه أن جاني سينو مركاسا وحاي نغو فوليا قرشياشا إيا مخططات كا قالدو مركاسا نغو فوليا إنتا سي وحالا ديه كاراوا أسبابها أغو مهمسان أو سبابايا وحان هادا سو كورني سائد كاه إمال معلنت كالتو ميساكا سي بادانايا إيا ديه كدادانايا لحدينا أما مرع قبيلها كوداتو أما مرع ديريدها كوداتو أما مرع ديغان لسكوها يستها كوداتو أما مرع سياسة ديدها كوداتو ديغان دادان أي أسباب تاسولي هاي محا حل نقون كرايا سياسة وحلو حلين كرا وكلمة دي النهبين دم إن شاء الله تعالى صلى الله تبارك وتعالى